بلشنا ثالث مشهد اليوم. شوفوا شنو يالي اللوكيشن، قهوة عربية وسويت اينن. طبعا هذا السويت انا مجربتها من قبل واقترحت على البنت نفسها انها تسويه وتبيعه لانه اينن، واخيرا اقتنعت بكلامي وقامت تسوي السويت، فطرشت لي اللوكيشن وفاجأتني واستانست لها. الف الف مبروك حياتي، وصدق جيني راح يكسر الدنيا هالسويت، سمعي مني. وطبعا تسوي بعد قهوة عربية وقهوتها صخر، كل يوم تيلي لما تيلي البيت لازم اطلب منها السويت والقهوة. صمودة، تعالي معي صمودة وصمودة ما ياكلون بالذيب. شايش من السويت؟ لا فضفض. شوفي منول حبوي حتى ان قهوتك جت بوقتها باللوكيشن. فينات بوتر وما ادري شو حلو. Thank you. طلبوا منها جد ينن. رفيفتي ترى مو دعاية. شنو قلتي؟ رفيفتي تقول رجعتيني 15 سنة على طعم الحلو. على هالطعم ورب الكعبة هذا كمان. منول فنانة. والله فنانة بالسويت على الصدق والله. عشان كذي قلت لها تسوي وش اسمه؟ خوش بزنس. الله يوفقك يا حبي، بس أنا كل يوم تجيبي لي ببلاش كيفك؟ حق لوكيشن. وايد عادي. مطعم 110 الماكولات الكويتية. اليوم مضبطنا ابو عبد الله، مضبطنا بالاكل السنع. بس مربيان، صينية مربيان وصينية ذبيحة، نص ذبيحة ومجبوس دياي ومندي دياي طبعا، و يريش ومرقوق، والمعبوج خيال شغل كويتي. يعني اعتقد اليوم الفنانين ولا حد راح يصور عقب هالاكل. لا جد خيال، انا غرامي يعني غرامي اكل الكويتي، وغرامي بالذات هذا اليوم انا راح اغوص فيه. محمود بوشهري طافك نص عمرك، يلا روح. راح طبعا انا 110 ماكولات الكويتيه، غرامي المعبوش وطيف امنتك. انا كلها مشهدتها من امس اليوم، كلها مشهدتها. كلها ايش رايك؟ ايش رايك بالمطعم؟ لا لا فج، ترى يهمني رايك. تدري ليش؟ شو المطعم 110 الماكولات الكويتيه؟ والله يا قوم عشان اطلب يا عمري. شباب ايش رايكم بالمطعم جد؟ عوافي عوافي. تبون يريش؟ ما في كفاش خير. هذا مي كفاش ولا لا؟ هذا مو مريم. شنو هذا اللي قاعده معاهم انا؟ شنو هذا؟ لا ابي 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 جزر وليمون. جزر يزر يزر. كلنا بصوب واخر لو سمحتي، والاخت الحلوه الكيوتة بصوب، الوحيده الكيوت الباف، وحاط وتاكلي بس سلطه، ادرب وحده فينا واحنا بالايد. ما شاء الله ما شاء الله عليكم بالف الف عافيه. شنو قلتي توا؟ ما اكل لحم وكلت لحم ولذيذ لذيذ لذيذ. بالعافيه يا عمري. لانهم قاعد يصورون داخل ما قدرت طبعا، رشيت هذا العطر اللي قلت لكم نزلته حصري في بوتيكي. كل اللي موجودين بلوكيش طبعا هو رجالي اوكي، لان انا كلها نزل حق البنات، فهذا الشيء الوحيد اللي منزلته في بوتيكي رجالي. فيا بنات اذا بتشتري حق ريلها العطر خيال، كلهم قالوا شيء مينون شيء مينون. طبعا هذا حصري موجود، بس رشيت وايد حتى رشتين. الصمود ذوقك قوي، بحطول ايش رايك فيه؟ حطول رجاليه اي قوي والله قوي صدق، عاد مو عشان